صباح الخير، مساء الخير طلابنا الأعزاء. داخلين أتخيل في مرحلة أصعب، يراد شوية تعب أكثر. أتخيل نوعا ما أكو حظ بالموضوع. شنو الحظ؟ إذا راح تقولون إحنا هاي سنة ما بيها حظ، لا أكيد بيها حظ، أنا متأكدة. أولا الشخص اللي قاعد داخل بيته براحته ويا أهله ومكان مريح ما بيها تعب، patient ركض ما أعرف شنو، صح هو ضروري هاي الشغلات، بس قصدي إنه راح ينطي مجال إنه يقرأ براحته أكثر. فرجاء استغلوا هذا الوقت، لأنه هي مرحلة كلش قصيرة، بقت وقت كلش قصير بزايد شهرين، فأريد من عندكم شوية تشدون حيلكم تطلعون تقرون. الأسئلة راح تكون مو كل صعبة، لكن يراد لها دقة ويراد لها متابعة. لا تتوقعوا راح تقدرون تغشون بكل سهولة، هاي يعني ما أتخيلها، يعني إلا لازم تكونون على الأقل قارين على ما تقدرون تعبروها بكل سهولة. فرجاء شوية أريد من حضراتكم تتابعون المادة، مو بس يعني مادة مات طبعا، بكل المواد تقروها قراية تفتهمون، تابعون الباوربوينت. أسئلتكم كلش ما قد تعجبني قبل الكويز، بنجاوبون دائما تسألوني أسئلة، دليل إنه أنتم ما متابعين الباوربوينت، فاتحين الباوربوينت ومختارين الأسئلة ومجاوبين عليها. الحمد لله بعد بالنوادي ماكو أي امتحان على ويا الباوربوينت، ماكو وقت متاح. راح يصير الكويزات من نوغادي يوم محدد على جوجل كلاس روم. الشخص اللي سجل دخل على جوجل كلاس روم مالته دخل، اللي ما دخل رجاء أن يدخل حد أقصى اليوم الاثنين. يوم الأربعاء إن شاء الله راح يصير عندكم أول كويز، راح يكون كويز تجريبي، لأنه تجريبي راح أخليكم open time، يعني راح يكون من الصبح لليل وراها يغلق، تمام؟ فراح يكون يوم واحد بس سهل وقصير. الغرض من عنده انه تبدي تاخذ ايدكم على الكوزات وعلى مدة تحضر الامتحان الفصل الاول. امتحان الفصل الاول يعني ماكسيمم راح يكون ورا 10 ايام، تمام؟ على مود مباشرة ورا راح يصير امتحان الفصل الثاني. امتحانين فصليين كلش قصيرة، وأرجو أن تتابعون المادة وتقدرون على ما تقدرون تسيطرون ونقدرون تتجاوزون هاي المحنة بكل سهولة. الكويز ماتيريال مالتنا مال هاي الأسبوع اللي راح قلت لكم راح تمتحنوها على جوجل كلاس روم على طريقة تجريبية، ويوم الأربعاء إن شاء الله وعندكم وقت متاح. قلت لكم لا تقولوا لي عندي كويز فلاني فلان مادة ما عندي، ما أعرف، راح أعطيكم وقت متاح، تمام؟ هو كويز تجريبي، شلون حالكم حال الكويزات وأبسط من عنده، بس مجرد على مود تاخذ ايدكم على الامتحان التجريبي، ما تتفاجئون به من تجيكم الامتحان الفصلي طبعا وبعد النهائي. الكويز ماتيريال هو المحاضرتين السابقة اللي شرحناها، هي الكلاس 2 ديفيجن 1 وكلاس 2 ديفيجن 2، والمحاضرة الأخيرة اللي هي من محاضرات الفصل الأول اللي هو الدايجنوستيك كاست والفوتوغرافي طبعا، اللي هو هذا يعني هو هاي المحاضره موجوده، راح ادز لكم اياها ان شاء الله. هذولا اضافه الى سؤال يمكن عملي ادز لكم اياها على مود ايدكم تاخذ على الامتحان التجريبي، تمام؟ ما تكون يعني ترتبكون، ترى يعني هو امتحان كلش بسيط بس يراد له دقه وهدوء على مود ايدكم تاخذ عليها. خلصنا بالمحاضرات اللي فاتت تقريبا 3 أو 4 محاضرات عن الديسكريبنسيز اللي قد تصير بالساجيتال بلين. ساجيتال بلين يعني الانتروبوستيرير بلين، شفنا بيها انواع مختلفه، كان اكو كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. يا سبحان الله، ما اعرف ليه جامعه بغداد دائما فهاي بالنهايه هي انا اشوف انه من الشغلات الكلش مهمه ساجيتال بلين، بس لهذا أنا هسه بما أنه صرنا أحرار وما عندنا امتحان وزاري، لهذا قررت أنه أنطيها بالبداية قبل ما أبلش ببقية البلينات. راح ناخذ اليوم بلين جديد، بلين واحدة اللي هو الهوريزنتال أو الترانسفيرس بلين، الترانسفيرس أو الهوريزنتال بلين، هذا العرض يكون، تمام؟ المال أوكلوجين اللي أقدر أشوفه بالهوريزنتال أو الترانسفيرس بلين هو يسموه بالكروس بايت، أكيد سامعين بي وأكيد شايفين.
هاي المحاضرة محاضرة سهلة، أنا أعتبر إنه أنتم ماخذيها وشايفيها هواية شغلات من عندها، لكن كلش مهمة وبيها هواية تفاصيل صغيرة بس كلش مهمة. راح تشوفون المادة مالتنا مع هاي المحاضرة تتقسم إلى عدة شغلات مطلوبة من عندكم كامتحان، يعني مطلوب من عندكم تعرفون لي الأسامي مال الكيسز، يعني من تشوفون تعرفون هاي الكيس شنو نوعية الكروس بايت مالته، يعني تنطوني الاسم بالمضبوط. هسه راح أعلمكم شلون تتعلمون هاي الشغلة. وأريد من عندكم تعرفون حتى التريتمنت بلان، التريتمنت بلان مال الكروس بايت، لانه اكو جزء من التريتمنت بلان اللي تنحل بالريموفبل ابلاينس اللي هي ضمن الماده المقرره مالتكم كاندر جراجويت. راح اعلمكم شلون تكتبون الديزاين مالتها وكل سهله ومطلوبه ودائما تجيكم. حتشوفون كم هائل من الصور، كم هائل من الصور داخل الباوربوينت، كل الصور الموجوده تعتبر كلها مهمه ومطلوبه. تمام، ممكن تجي أسئلة عليها، ممكن تجي تسمية عليها، ممكن تجي ديزاين عليها، أو ممكن سؤال على أبلاينس. رجاء أن تتبولها وكلش مهمة. تمام، خاصة هسنا أنتم ما عندكم مادة نظرية، العفو ما عندكم مادة عملية معتمدين على المادة النظرية، فلازم تكون المادة النظرية تغطي الجزء العملي بأكثر قدر ممكن. تمام، راح نبلش أول بارت. ننتبه على أول شيء عندنا definition، التعريف. هو تعريف كلش بسيط، ما حأدقق به كلش هواية. راح أقول لكم هو عبارة عن problem bilingual relationship between the upper and the lower incisors. تشوفون هذا السايد، تشوفون هذا السم شلون مأشر عليه، تلاحظون دائما تشوفون lower arch مغطي upper arch، وهذا يعتبر abnormal، لأنه إحنا عادة وأبدا معروف عندنا إنه upper arch هو اللي يسوي له overlap على اللور arch، يعني هو الأبر arch هو اللي يغطي على اللور arch. فهذا discrepancy بالhorizontal plane أو بالtransverse plane بالbuccal lingual relation بين upper teeth واللور teeth، هذا يتسمى بالcross bite. هذا هو التعريف مالته. زين، ننتبه. A classification of cross bite، راح تشوفون تقريبا 11 classification، يعني 11 نقطة. هاي النقاط مو كلها ضمن المنهاج واحد أو ضمن الباراجراف الواحد، كل بارت من عنده علاقة ويا classification depending on على شغلة معينة. يعني ممكن أقولكم classify the cross bite according to the position، according to the location، according to the extent، according to the etiology. كل واحد من أقولكم إياها متعددوا لي تخرطوا لي 11 وأي واحد، لا تشرحوا لي اياها، تقولوا لي حسب الايتيولوجي هاي انواع مالتها، اذا حسب اللوكيشن هاي انواع مالتها. تمام، طبعا هي بداخل المحاضره مال وورد هي موضحه كلش واضحه وكلش سهله، انا مجمعت لكم اياها على بس تعرفوها، وراح اشرح لكم اياها بتفصيل اكثر. حسب الايتيولوجي، من واحد يقول لك ايتيولوجي، احنا اخذنا ايتيولوجي بالانتروبوستيريور، ايش قلنا؟ قلنا ايتيولوجي اما دينتال او سكيليتال او سوفت تيشو، صح لا لا؟ فاذا اول نوع من الكروس بايت يسموه بالدينتال كروس بايت، يعني الايتيولوجي مال هذا الكروس بايت سببه هو الدينتال، الاسنان بها خلل مو العظام، العظام نورمال. مرات اقول اسنان، ممكن اقول تيث اونلي او ممكن اقول دينتو الفيولار، انتبهوا بعد ما تقولوا ما قلت. من أقولكم دينتو الفيولار أو دينتال، اعتبرون الكلاسيفيكيشن مال كروس بايت هذا دينتال تايب، مو معناها الدينتال مغطي بالالفيولار بون معناها اعتبره النوع الثاني اللي هو السكيليتال، لا. من أقولكم دينتال أو دينتو الفيولار يعني معناها تقروا لي تقولوا لي دينتال كروس بايت معناها. من أقولكم سكيليتال كروس بايت يعني معناها بروبلم عندي بالبون، بالماكزيلا او بالماندبل. تمام، بالماكزيلا او بالماندبل. راح تشوفون نوعيه خاصه من الكروس بايت رقم 3 يسموها بالفانكشنال. هاي كلها هذول ثلاثه، 1 2 3 دينتال سكيليتال اند فانكشنال، تعتبر كلاسيفيكيشن مال الكروس بايت بالاعتماد على الايتيولوجيكال ستراكشر
أو etiological factor. يعني إذا قلت لكم what are the classification of the crossbite وسكتت أي نقطة من النقاط اللي داعش هاي راح تشرح لكم إياها ما عندي مشكلة تقولوا ليها. بس من أقول لكم classification of crossbite depending on the etiology تقولوا لي أما dental لأنه كوزمات dental problem أو skeletal العفو dental أما dental أو dentoalveolar أو skeletal يعني معناها problem بالbones either maxillary or mandible أو functional. هاي functional راح تقولوا لي شنو هي هسه راح أشرح لكم إياها. أكو فد مصطلح ويا الكروس بايت الدولة وإحنا أخذناها الآن بالمرحلة الرابعة بالترمينولوجي من البداية إنه الكروس بايت دائما ترفق ويا فد مصطلح اسمه مانديبولار ديسبليسمنت راح أشرحها أكثر بالصور القادمة ما يحتاج تدوخون نفسكم تمام. إذن حسب الإتيولوجي either dental أو يسموه dental alveolar cross bite skeletal problem in the bone and functional. زين هنشوف الكلاسيفيكيشن وراء انتيرير حسب اللوكيشن يعني اذا صار اللوكيشن مالته بالانتيرير سيجمنت بالانسايزرز بالكنان شو يسموها انتيرير كروس بايت تمام. من صار شوفوا ونقطه وراها اذا صار البوزيشن مالته بالبوستيرير شو يسموها يسموها بالبوستيرير كروس بايت. اوكي اذا حسب اللوكيشن either we have anterior cross bite or we have a posterior cross bite تمام. زين نشوف الكلاسيفيكيشن ورا حسب النمبر اوف تيث حسب النمبر اوف تيث اذا كانت سنجل توث يعني سن واحد فقط بس سن واحد اسميه بالسنجل توث كروس بايت او اسم ثاني احنا اخذناها الان يسموه بالانستاندينج ان ستاندينج كروس بايت ان ستاندينج اي ان وستاندينج in standing أو يسموه in standing cross bite. إذا عندي single tooth سن واحد بس سن واحد تمام. شوفوا الله segmented or segmental cross bite إذا كان number of teeth collection of مجموعة من الأسنان مو سن واحد مجموعة من الأسنان هاي يسموه بالsegmental cross bite. بعد هسا حسب الإتيولوجي dental skeletal functional حسب اللوكيشن anterior أو posterior. أي سن anterior أسمي هذا anterior cross bite. أي سن بالposterior أسمي بالposterior cross bite. سن واحد أسمي single tooth cross bite أو أسمي in standing cross bite. إذا مجموعة أسنان يصير عندي segmental cross bite. أعطيكم فت hint فت شاء الله بسيطة. إذا كان عندي single tooth cross bite يعني سن واحد أخلي بالي الإتيولوجي مالته يكون dental بنسبة 100%. السيجمنتال تايب يعني إذا عندي مجموعة من الأسنان يعني نقدر نقول 90% من الكوزاتيف فاكتور من السيجمنتال كروس بايت هو السكيليتال. صارت واضحة؟ حسب الإتيولوجي dental skeletal function location anterior posterior number of teeth single and segmental single سن واحد segmental مجموعة أسنان تمام. هاي dental skeletal functional تحتاجوا كإتيولوجي لكن هاي الانتيرير والبوستيرير والسنجل والسيجمنتال هاي راح نحتاجه بالنومينيشن بالتسمية راح تحتاجوه واي بالتسمية لأنه ممكن أعطيكم صورة وأقولكم name this type of crossbite name this type of crossbite. فإذا كان بالانتيرير تقولون انتيرير إذا سن واحد single tooth أو anterior segmental أو posterior single tooth أو posterior segmental. اوكي زين شوف الورا البوستيرير كروس بايت بقى البوستيرير كروس بايت مو الانتيرير خلوها ببالكم البوستيرير كروس بايت وليس الانتيرير ممكن يكون حسب الاكزيستنس اوف سايد يعني يا سايد اكو الرايت سايد اور ليفت سايد الانتيرير ما تقدرون تقولون يونيلاترال او بايلاترال دائما اليونيلاترال والبايلاترال راح نسميها للبوستيرير كروس بايت يعني ويا اي بوستيرير كروس بايت لازم تخلوها ببالكم راح تسمون يونيلاترال او بايلاترال حسب الاكزيستنس اوف سايد اذا كان وان سايد يعني بس الرايت سايد البوستيرير صاير بيها كروس بايت شو اسميه يونيلاترال بوستيرير كروس بايت. اوكي تقدرون تسموه يونيلاترال اذا كانت مجموعه اسنان
unilateral, segmental, posterior, cross bite. تمام. شوف الوراها. Bilateral إذا كان عندي السايدين تمام؟ ممكن يكون عندي البايلاترال، ممكن يكون السايدين سموها بالبايلاترال. اليونيلاترال والبايلاترال أو خاصة اليونيلاترال، البايلاترال قليل، اليونيلاترال أكثر شيء ممكن يكون with mandibular displacement أو without mandibular displacement. هسه جايت لكم بالصور هتفتهموها كلها، أعرف هسه قاعد أحكي وبس قدامكم كلمات فإن شاء الله مو كلش واضحة، لكن ويا الصور راح تتعلموها أنا متأكدة، وأي سؤال أنا حاضرة. إذن لحد الآن etiology dental skeletal functional location anterior and posterior تمام. Single tooth cross bite يعني معناها number of teeth سن واحد. إذا مجموعة أسنان شي يسموها segmental. Single tooth أيضا ممكن يكون يسموه in standing tooth تمام. الدينتال كروس بايت يشمل التيث اند الفيولار بون. هاي الهنتس اللي موجوده ضمن الكلام ضمنيا ومهمه ودائما اركز عليها. زين البوستيرير كروس بايت حسب الاكزيستنس اوف سايد ممكن يكون يونيلاترال او ممكن يكون باي لاترال. يونيلاترال او باي لاترال. شوفوا هسه حسب الـ extend of cross bite شو هيكون عندك؟ راح يصير عندكم buccal cross bite or lingual cross bite. شنو يعني buccal cross bite وشنو يعني lingual cross bite؟ للتوضيح لهذول المصطلحين حسب الـ extent of the cross bite، لتوضيح هذول المصطلحين راح نشوفون السلايد الوراء على ما نقدر نعرف شنو هو buccal and lingual حسب الـ extent. الـ dental والـ skeletal والـ functional حسب etiology. Anterior و posterior حسب location. Single or segmental حسب الـ number of teeth. Unilateral or bilateral حسب الـ existence of cross bite in the posterior region. حسب الـ extent of the cross bite الاكستند حسب الامتداد شلون ممتد لي قدام لو ممتد لي ورا. اذا كان ممتد لي قدام هيسموه بوكال كروس بايت، واذا كان ممتد لي ورا شي يسموه لينجوال كروس بايت. لتوضيح هاي الشغلات راح نشوف الرسالات اللي وراها كلها عباره عن صور على ما توضحي هذا الكلام. شوف جبت لكم صوره بالطبيعي والصوره بالمو طبيعي على ما تقدرون تميزون الوضعيه. احنا ايش قلنا بالنورمال كونديشن عاده بقى هاي الصوره المنتصف مال بي افكم من الصوره الجوا الصوره الفوق هاي الصور اي بي ان سي. راح ناخذ الصوره الوسط اللي هي البي شو نشوف وهذا النورمال كونديشن. النورمال كونديشن شو يقول لك الابر تيث عاده وابدا يسوي كوفر على اللور تيث، يعني احنا الابر تيث هو اللي يغطي على اللور تيث، ما ممكن اللور تيث يغطي على الابر تيث. بالبوكال لينجوال دايمنشن هذا البوكال، شوف هذا البوكال وهذا اللينجوال دايمنشن، تشوفون هذا بوكال لينجوال، تشوفون يجي الابر هو اللي يصير اوفرلاب على اللور. لكن من اعرف اني اريد اعرف هسه هاي الكونديشن، التعريف مالي لازم يكون اعتمادا على الجزء المتحرك. من هو الجزء المتحرك؟ اللي هو اللور، لان الماندبل يتحرك الماكسيلما يتحرك، يعني الماندبل اذا تحرك لي قدام يسموه بوكال كروس بايت مثل هاي الصوره سي، اذا الماندبل رجع لي ورا يسموه باللينجوال كروس بايت حسب الماندبل. تمام هسه اعلمكم شلون تحفظون التعريف. بعد النورمال كونديشن اللي قلنا الابر هو اللي يسوي اوفرلاب على اللور، شلون هعرف قلنا بالاعتماد على اللور. شو اقول انه البوكال كاسب اوف لور تيث، هذا البوكال كاسب صحيح، اوكلود شوف شلون اوكلود مالته، اوكلود ويا اللينجوال سلوب اوف ذا بوكال كاسب اوف ذا ابر تيث. عيد التعريف كل سهل، بوكال كاسب مال لور occluded with the lingual slope of the buccal cusp of the upper teeth. تمام؟ يعني مقصد الكلام اللور كاسب مال البوكال لور كاسب متغطي جوا البوكال كاسب of the upper. هذا normal. تمام؟
بقى الاب نورمال رقم واحد اللي حسيناه حسب الاكستنت. شوف صار البوكال كاسب مال اللور تيث اوكلودد بوكالي تو ذا بوكال كاسب اوف ذا ابر تيث. يعني البوكال كاسب مال اللور تقدمت لي قدام، تقدمت بوكالي وغطت على البوكال كاسب مال اللور تيث. كتشوفون يعني صار عندي البوكال كاسب مال اللور تيث تقدمت لي قدام، تقدمت بوكالي تمام، وغطت لنا على البوكال كاسب اوف ذا ابر تيث لانه اللور تيث تقدمت بوكالي. هذا سهل واضح، شي يسموه بوكال كروس بايت. بس افتهمنا البوكال كروس بايت شنو يعني؟ مختصر الكلام على مود لا تدوخوا نفسكم، كتعريف كل سهل، اشوف الصوره اعرف اجاوب. بوكال كاسب اوكلودد بوكالي تو ذا بوكال كاسب اوف ابر، هذا بوكال كروس بايت. بس على مود كصوره وتريدون تعرفون نيم مال هذا او تايب اوف هذا الكروس بايت، كل سهل، من اشوف اللور مغطى على الابر راسا اقول هذا بوكال كروس بايت تمام. مرات شنو؟ مرات البوكال تيث العفو اللور تيث يروح اكثر لينجوالي، كل شيء يرجع لي ورا بحيث ما نشوفه. يعني هسه تصوروا هذا البوكال اسبيكت، كتشوفون بس قاعد اشوف ابر تيث، اللور كلش رايح لي ورا بحيث انه البوكال كاسب اوف ذا لور تيث اوكلودد لينجوالي وين ذا لينجوال كاسب اوف ذا ابر تيث تمام. هسه اعيد التعريف، بوكال كاسب اوف ذا لور تيث، شوفوا ويا حركه السهم مالتي، بوكال كاسب اوكلودد ويا لينجوال سلوب اوف ذا بوكال كاسب اوف ذا ابر تيث، هذا النورمال. اذا عندي بوكال كروس بايت شو يصير؟ بوكال لور اوكلودد بوكالي ويا بوكال كاسب اوف ذا ابر تيث، كانه الماندبل يتقدم على الماكسيلا، هذا شو يسموه بوكال كروس بايت. اذا كان البوكال كاسب اوف ذا لور تيث اوكلودد لينجوالي وذ لينجوال كاسب اوف ذا ابر تيث، هذا شو يسموه باللينجوال كروس بايت. قلت لكم هذا البوكال او اللينجوال اللي تصير بالبوستيريور سيجمنت ممكن تكون بايلاترال، شوف هذا شنو هو، هذا يسموه بالباي لاترال لينجوال كروس بايت، لان الابر غطت على اللور كليا تمام، فاللور كلها انضمت لي جوا لينجوالي، فلهذا يسموه باي لاترال لينجوال كروس بايت. ان انا العكس باي لاترال، اذا تشوفون اللور كلها عرضت طلعت لي برا بحيث غطت لنا على الابر، يسموها بالباي لاترال بوكال كروس بايت. هنا أنا ممكن يكون عندي unilateral، يشوفون one side is normal، هذا side normal، هذا side abnormal، راح يسمي بالunilateral buccal posterior cross bite تمام؟ إن شاء الله تكون واضحة، اسمعوها أكثر من مرة، أنا متأكدة راح تكون كل سهلة لكم تمام؟ انتبه على side الواضح. هسه راح أخلي تشوفون مجموعة من الصور بالدينتال فوتوغرافيز على مود نعرف شنو هاي نوعية الكروس بايت. هسه اريد اعرف كل واحد من عنده، او اريد اعرف التايب مال هذا الكروس بايت حسب الكلاسيفيكيشن اللي درسناها. اول شيء عندي هاي الصورة، باعوا هاي الصورة، هاي الانتيريور يشوف نورمال بيوم بيها شيء، وين المشكلة؟ بالفور والفايف او هذا شكله الاي، شكله الاي ما واضح الصورة عندي تمام؟ المهم يعني هي بالposterior segment. إذن أول شيء راح أقول what are the type أو what are the name of this type of cross bite، شو تقولوا لي؟ أول اسم شو تقولوا لي؟ إذا أنا طبعا خاصة إذا السؤال كان بدون تحديد، يعني مثلا ما قلت لكم what are the type of this cross bite in this picture according to the location، إذا according to the location خلاص تقولوا لي posterior cross bite، انتهى الموضوع. لكن إذا بشكل عام لازم تخرطوا لي كل التايبات. هسه نيجي واحد واحد. أول شيء حسب اللوكيشن وين؟ posterior. إذا شاء أقول posterior. زين. حسب number of teeth كم سن؟ أكثر من سن واحد. إذا شو أسمي؟ posterior segmental. مو single لأنه عدد أسنان. صح؟ زين. unilateral لو bilateral؟ حقيقة الصورة مو واضحة عندي. إذا كتبت unilateral أعتبره صح،
واذا ما كتبت شيء اعتبره غلط، واذا كتبت بايلاترال اعتبره غلط ايضا. تعرفون ليش؟ شوفوا اذا كتبت يونيلاترال اعتبره صح، واذا ما كتبت شيء هم اعتبره صح، بس اذا كتبتوا لي بايلاترال عندكم صوره تبين انه هي بايلاترال؟ لا، هي صوره بس يونيلاترال سايد فيو. تمام، سايد فيو ليفت سايد فوتوغرافي فور ذس بيشنت. صارت واضحه؟ اذا لحد الان تسميه مالتي بوستيرير لانه صار بالبوستيرير ريجن، لانه اكثر من سن سيجمنتال. تمام، يونيلاترال او بدون ما اقول يعني لا يونيلاترال ولا بايلاترال ما عندي مشكله. زين، هل هي بوكال او لينجوال؟ لانه الاب لور متقدمه بوكالي على الابار، شو يسميها؟ بالبوكال كروس بايت. اذا هاي الصوره بوستيرير سيجمنتال بوكال كروس بايت. زين، نيجي على الصوره اللي وراها. هاي الصوره شو اشوف؟ اشوف عده اشكال. باو، شوف ال6 جاي ال5 نورمال، صاير مشكله وين؟ صاير مشكله عندي بالفور، صح؟ الكنان صح مال بوست، باو مال بوست، بس باقي على نفس الريليشن شيب. تمام، اذا عندي هنا مشكلتين. اول مشكله هنا أنا بالسكسز، باو بالسكسز اجي اسمي او تايب اوف كروس بايت. اول شيء بوستيرير، صح؟ سينجل توث، تمام، سينجل توث، تمام. ورا ما سينجل توث يونيلاترال، او ما اعرف اذا يونيلاترال او بايلاترال، ما واضحه الصوره عندي. تمام، اضافه شنو هو اللور متقدم على الابار؟ اذا بوكال كروس بايت، اذا posterior single buccal cross bite. العكس وين؟ بهاي الصورة. تمام، صار عندي اللور فور ايضا متقدم على الابر فور، صح لو لا؟ بس ماكو articulation، فاذا الارتيكيليشن هنا كلش مهم على مود احدد نوعيه الكروس بايت. هنا بما انه ماكو ارتكيليشن اقدر اقول انه هذا البريمولر صاير اوت اوف ذا دينتال ارش، صاير اوت اوف ذا دينتال ارش، ما اقدر اقول له انه هو صاير بي كروس بايت. هذا اكثر يكون مراهم انه اسمي له الكروس بايت. تمام، صوره صارت واضحه كلش بسيطه. لوكيشن بوستيرير، سينجل توث او سيجمنتال اذا عدت اسنان، صح؟ يونيلاترال او بايلاترال حسب ما اباوع بالفيو المضبوط. تمام، لا تخبطون نفسكم وتدوخون راسكم. تمام، الماندبل الماندبولار تيث متقدمه على الماكسيلاري تيث بوكال، الابر تيث متقدمه على اللور تيث لينجوال. تمام، حسب هاي الصوره عندي بوكال اثنيناتهم، اثنيناتهم بوستيرير، هنا سيجمنتال وهنا سينجل. صارت واضحه؟ كلش بسيطه. زين، شوف السلايد بقى هنا، بقى شلون واضحه الشغله. بقى يشوفون ايش قاعد اشوف؟ انه الابر تيث مغطيه تغطيه كامله يونيلاترالي، هنا يونيلاترالي على اللور تيث. تشوفون اللور دنتيشن ما واضح، ماكو اي لور دنتيشن، معناها اللور تيث اتغطت لينجوالي تو ذا ابر تيث. فهذا شو يسموها باللينجوال كروس بايت. اريد اسمي هاي الصوره او التايب مال هاي الكروس بايت شنو هي؟ اولا بوستيرير، صح؟ بوستيرير، مجموعه اسنان بايلاترال، العفو مجموعه اسنان سيجمنتال، متاسفه سيجمنتال، صح لو لا؟ سيجمنتال. زين، اضافه للسيجمنتال لينجوال كروس بايت، بوستيرير سيجمنتال لينجوال كروس بايت. هنا عندي من البوث سايد، تشوفون هنا البريمولارات اثنيناتهم مال اللور متغطايه بالماكسيلاري تيث كليا جوا الماكسيلاري مضمومه، هذا حيكون عندي بايلاترال لينجوال كروس بايت. من يصير هشكل الحاله، من يصير بايلاترالي، خلوها ببالكم، من يصير بايلاترالي اتوقعوا انه الكوزيتيف فاكتور يكون سكيليتال، من يكون يونيلاترال ممكن يكون سكيليتال ممكن يكون دينتال. هسه هعرفكم شلون تعرفون هذا سكيليتال وشلون حتكون هذا دينتال. لكن من يكون بايلاترال يعني تقريبا 90% الى 95% يكون سكيليتال
problem. تمام؟ من يكون unilateral ممكن يكون skeletal بس ممكن يكون dental، وراجح إنه يكون dental أكثر من skeletal. لكن من يكون bilateral يسموه بالskeletal crossbite على الأغلب. زين، من يكون عندي bilateral lingual crossbite عند اسم لازم تحفظوه وتدرخوه يسموه بالسيزر بايت. شو يسموه؟ بالسيزر بايت. إذا يمتى يكون عندي سيزر بايت؟ لازم يكون عندي lingual وbilateral مو unilateral. يعني هذا صورة حسب الصورة عندي إنه إذا هي فقط هاي سايد unilaterally ما يرسمي سيزر بايت. لكن من يصير عندي من الجهتين اللينجوالي يعني الكروس بايت لينجوالي هذاك الوقت يسميه بالسيزر بايت. ان شاء الله تكون واضحه، واذا اي سؤال تقدرون تسالوني اياه. ننتبه على سد. ها ايش قلنا احنا؟ قلنا الصفه المميزه للكروس بايت انه ممكن يكون وياها ديسبليسمنت، خاصه اذا كان عندي بوستيرير يونيلاترال كروس بايت. احنا عرفنا الدنتال والسكيليتال هاي كلاسيفيكيشن، عرفنا الانتيريور والبوزيشن سينجل او سيجمنتال مو عرفنا اذا عندنا يونيلاترال اذا وان سايد اور بايلاترال. تمام، وعرفنا اذا كان بوكالي منطال على اللور تيث بوكال كروس بايت اور لينجوال، شفناها بالصور. الديسبليسمنت يعني معناها اكو فد بريماتشور كونتاكت. كتشوفون الكونتاكت مع البيشنت بهاي الصورة بالريست بوزيشن هي كونتاكت تقريبا تريد تصير فقط بمنطقة السنترال انسايزرز. هذا البريماتشور كونتاكت يخلي البايت كله اوبن. هاي اخذناها احنا بالسيدو كلاس 3 حسب ما اتذكرون. تمام، هذا الكونتاكت من يصير عندي هالشكل البريماتشور كونتاكت البيشنت يكون uncomfortable بالاوكلوجن، يضطر انه يحرك الماندبل either laterally or forward either laterally or forward. من يحركه يحصل على هذا الاوكلوجن، صار عنده كروس بايت. لكن هو بالحقيقه بالريست بوزيشن هالشكل، لكن من كلوز بوزيشن يصير هالشكل النتيجه. واضحه مو؟ تمام. الصفة المميزة of mandibular displacement خلوها ببالكم لأنه ما displacement أيضا مطلوبة من عندكم هالسنة. يعني الصورة من تجيكم من أقولكم هذا unilateral cross bite، هل ال unilateral قلت لكم displacement أكثر شيء تصير بالانتيرير أو بالposterior unilateral، يعني bilateral ما عندنا displacement. هل هاي الكيس ال unilateral displacement هو with displacement أو without displacement؟ إذا عدنا shifting بالميدلاين بين الـ upper teeth والـ lower teeth أخلي بالي إنه هذا الكيس مع الـ cross bite with displacement. أعطيت لكم الهند، أعطيت لكم مفتاح. إذا الصورة من أعطيكم إياها وتشوفون إنه عندي cross bite unilateral تمام with shifting للميدلاين، هذا شو تقولوا لي؟ تقولوا لي unilateral cross bite with displacement. أكو سؤال ثاني ممكن أسأله، هل اليونيلاترال هل الكروس بايت من يكون with displacement تتوقعوا dental cause or skeletal cause؟ أنا شفت لكم السبب بهاي الصورة شنو هي؟ إنه أكو deflecting point بالteeth مو بالبون. إذا معناها من يكون الكيس كروس بايت with displacement حسب الإتيولوجي شو يكون الكوز مالته؟ dental وليس skeletal. صارت واضحة؟ قد تشوفون كل معلومة قد ناخذها قد تساعدنا انه تشرح لنا المعلومة الوراها. تمام؟ كل معلومة قد ناخذها قد تساعدنا انه تشرح لنا المعلومة الوراها. واضحة لحد الآن؟ الديسبليسمنت ويا من تكون؟ ويا اليونيلاترال مو ويا البايلاترال. تمام؟ والديسبليسمنت يكون كأتيولوجي هو dental. شلون اعرف الديسبليسمنت؟ راسا ابوع على الميدلاين، اذا عندي شيفتنج بالميدلاين شو يصير؟ معناها عندي ديسبليسمنت. زين ننتبه على بقى. هاي صوره رقم واحد بقى. شوف الاسنان شلون الاوكلوجن حلو 6 1 كلاس 1
الكنانات كلاس 1، الانسايزرز ما بيها مشكله، بس اللاترال انسايزر المسكين وحده هو الداخل اللي جوه، صح؟ مو طالع لي برا، داخل اللي جوه، بحيث اللور مغطي على الابر، هذا سبب بوكال كروس بايت. الموقع مالته وين؟ انتيريوري سينجل توث، او يسموه بالان ستاندينج. تمام؟ اذا ناش عندي انتيريور ان ستاندينج او سينجل توث، تمام، بوكال كروس بايت، واضح جدا، كل سهل مو بعد لاخ بعد هاي الصوره الواضحه. ايضا هاي الصوره عندنا كلش واضحه، كلش واضحه بعدها. عندنا الاسنان كلها نورمال، الميدلاين كلها نورمال، كل شيء ما عندنا. المشكله الوحيده اللي عندنا باو بالسنترال انسايزر، انتيرير سينجل او ان ستاندينج، صح لو لا؟ بوكال كروس بايت. باو اريدكم تنتبهون الاوفرلاب اللي صاير، لان هذا راح نحتاج هسه بالتريتمنت. الاوفرلاب الصاير، كميه السن اللي داخل، كميه طوليا كميه الطول السن اللي نازل، يعني هذا يساعد لي على الاوفر بايت كوركشن. باو هذا السن هسه بنطلع اللي قدام، اذا السن طويل بحيث يغطيه اللور تيث من ورا ما ارجعه واصلحه، اتخيل انه راح احصل على استيبيليتي اوف ذا تريتمنت اكثر مما اذا كان طول السن قصير. يعني هذا قاعد تشوفون هذا السن شلون، او حتى هذا السن اللي قبله، الصوره اللي قبلها، بعد شلون اللاترال بعد سنترال طويل، يعني بحيث اللور انسايزر مغطي كليا، من حعدله ورا ما اعدله طوله راح شوي يقصر بس يبقى طويل. الطول مالته هذا راح ينطيني فد بروتكشن، بحيث يجي الانسايزر اتش مال ابار يغطي لي على المنتصف الليبيال اسبيكت اوف ذا اللور انسايزرز. كنت تتخيلوها شغله، يعني من ابار الانسايزر اتش يغطي لي منتصف اللور سنترال اند ورا ما عدله، يعني هذا ينطيني استيبيليتي بالاوفر بايت كوركشن. وبذلك هذا النوعيه من الكروس بايت اذا عدلته وطول مالته انطاني استيبيليتي، احصل على ستيبل ريزلتس. هاي نقطه مهمه بالستيبيليتي اند ريتينشن اوف كروس بايت تريتمنت. تمام، يعني طوله كلش مهم، وحتشوفوه هاي بالتريتمنت ايضا. زين، ننتبه على السلايد الصوره اللي وراها. صار هنا أنا عندي صار عندي lateral كنا central lateral، اربعتهم كلها صاير بيها anterior cross bite. لو انتبه شويه من posterior قاعد اشوف حتى البريمورس ابالك صاير cross bite. انا ايش قلت لكم من يصير عندي segmental type of teeth صار بيها كروس بايت، اتوقع الكوزيتيف فاكتور دنتال سكيليتال، واضحه سكيليتال، يعني كل ما شغله معقده كل ما توجهي للكوزيتيف فاكتور يكون سكيليتال وليس دنتال. صارت واضحه؟ تمام، كل سهل. دائما وابدا بأي type of cross bite، أنا هسه حكي مالي أقول لكم الأبارات داخل اللي جوا، لازم أشوف type of tooth movement اللي صار باللور بالمقابل، متأثرة أو ما متأثرة، يعني عجب هذول الإنسايزرات دافعة هذول اللي قدام أو ما دافعة، لأنه هذا حيأثر بالtype of treatment اللي راح أنا أستخدمه، هتشوفوها بالخطوات القادمة. شوف الصورة اللي وراها، باعوا كل الأسنان، تشوفون كلها الانتيريرز كلها مواضحة، بحيث اللور صار بها over eruption مغطية تغطية كاملة. كل ما تتعقد الشغلة راح تعرفون انه توجهي بالتريتمنت مالي راح يتوجه نحو الفيست ابلاينس. كل ما شغلة ابسط بقى، ابسط صورة من هاي الصور الموجودة الاربعة هي الصورة رقم 2، لانه التغطية السنترال اقل من البقية، والسنجل توث هذا اكثر لانه المسافة المحددة مالته شوية بضيقان. هذول اربع اسنان ويا posterior teeth، بقى هنا اربع اسنان متغطية، اضافة صار بها over eruption of lower teeth. تشوفون هاي الخربطات الهواية، كل ما يصير complicated اكثر راح يكون توجهي للتريتمنت نحو الفيكس ابلاينس. مهمة هاي تعرفوها طلاب.
يعني ممكن تجيكم صورة وتشوفون أقولكم type of the treatment لازم تعرفون removable أو fixed، لأنه إذا removable لازم تحلوها، إذا fixed تحلوها للفيكس، لأن الفيكس أنتو مو ضمن التخصص ك undergraduate requirement. تمام؟ إن شاء الله واضحة، كلش سهلة، لا تدوخون نفسكم، كلش بسيطة، أربع صور كلش حلوة مبينة إنه هذا single، هذول segmental اثنيناتهم، من يكونوا segment single tooth أسميه بالinstanding. تمام؟ تمام؟ انتبه على overbite، انتبه على space available، وانتبه على complication of the case. ألا تساعدني هم للtype، هم تساعدني على type of the treatment. شوف الاستاد الوراء بقى هنا بقى هاي الصورتين، هذا قبل شوية اللي شفناها الأربع صور، الأربع مالتنا صار عندنا anterior cross bite بس ماكو أي displacement، لكن هاي الصورتين قاعد أشوف إنه أيضا عندي displacement cross bite بالanterior، بس الشيفتنج صار بالميدلاين. شوف هذا اللور ميدلاين وهذا الأبر ميدلاين، قاعد تشوفون أكو فرق بين الميدلاينين، فإذا معناها هذا anterior cross bite with displacement. بقى هنا بعد ما صار complete eruption، يشوفون هذا incomplete formation، بس نفس الوقت اللور صار بها over eruption ومصاير مشفت midline، يشوفون shifting بالmidline، هذا shifting بالmidline معناها عندي displacement. أرجع دائما وأقول من يكون عندي displacement بالtype of crossbite أتوقع الإتيولوجي dental or skeletal، أخليها ببالي إن هو dental. لكن إذا استمر هاي الحالة، شوفوا معلم هي بالبرايمري دينتيشن بالميكس دينتيشن، وإذا استمرت هاي الحالة على هالوضعية بدون امبروفمنت، ممكن يتحول إلى اسكيليتال ترو اسكيليتال كلاس 3 مال اوكلوجن. ها شرحناها بمحاضرة الكلاس 3، محتاج تدوخ نفسها هنا ككروس بايت. زين شوف السادة، هاي الصورة ايش عندي؟ هاي الصورة بلاش توضيحية، مخطط. شوف الصورة بقى هنا الأبر ويا الليفت سايد مال بيشنت أشوفه كل شيء نورمال، لكن أشوف الشيفت أوف ذا ميدلاين، صح؟ عندي شيفت ميدلاين، إضافة الإكستند مالتنا من اللاترال إلى النهاية كلها صار بها كروس بايت، يعني أقدر أسميه أنتيرير بوستيرير، ما عندي مشكلة لأنه بالانتيرير صايرة والبوستيرير صايرة، صح ولا لا؟ والبوستيرير يونيلاترال لأنه هذا السايت نورمال. تمام؟ With displacement أو without displacement؟ With displacement. ليش؟ لأنه صار بي shifting of midline، صح ولا لا؟ segmental لأنه مجموعة أسنان، وبوكل لأنه lower teeth متقدمة على upper teeth. صارت سهلة لو مو سهلة؟ أكيد سهلة، شوية بس شوية تقرون وياها أنا متأكدة حتكون كل السهلة. segmental مجموعة أسنان anterior and posterior لأنه unilateral لأنه other side normal. تمام؟ ولأنه عندي shifting بالmidline أخليها ببالي، يصير عندي shifting of midline معناها هاي الكيس شو تكون؟ with displacement، لأنه lower teeth هي المسيطرة على upper teeth، هذا شو يسموها؟ يسموها بالبوكل كروس بايت. صارت واضحة؟ ننتبه على بقى هنا بقى شو عندي هنا بقى الانتيرير بيها مشكلة؟ لا، شوفوا الميدلاين بقى، هذا الأبار ويا اللور كلش حلو، الميدلاين كلش نورمال، هذا السايد تقريبا نورمال ما عندي مشكلة، بس باعوا هذا السايت، باعوا 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 باعوا. تشوفون؟ تشوفون؟ هذا السايت هنا صار عندي يونيلاترال. إذن أريد أعرف أو أشوف شنو هذا التايب أوف كروس بايت مع هذا البيشنت، شنو عندي؟ أولاً بوستيرير لأنه صار بالبوستيرير سيجمنت، صح؟ سيجمنتال لأنه مجموعة أسنان. unilateral لأنه يعني one side the other side are normal، مو with or without displacement؟ لا أكيد without displacement، without. ليش without؟ لأنه midline normal ما متغير. تمام؟ والبوكال teeth
هي اللور تيث هي صاير اوكلودد بوكال على الابر تيث، اذا يسموها بوكال كروس بايت. اذا هاي الحاله ايش عندي؟ بوستيرير سيجمنتال يونيلاترال without displacement بوكال كروس بايت. زين اذا ارجع اقول لكم هاي الكيس يا ترى ويا هل ترى، هل هي دينتال كوزيتيف فاكتور او سكيليتال؟ بعض خليها قاعده، اذا كان اكو displacement قلت لكم دينتال، اذا ما بيها displacement ومجموعه اسنان خلوها ببالكم قاعده انه هي سكيليتال كوز، يعني مشكله وين عندنا بالبون وليس بالتيث، خلي يصير عندي هاي المشكله تمام، لانه هي without displacement يعني الماندبل قاعد بموقعه الصحيح ما صار به مشكله، معناها الكوزيتيف فاكتور ومجموعه اسنان قلنا مو سن واحد، اذا الكوزيتيف فاكتور شو يكون؟ سكيليتال. ان شاء الله واضحه تمام. نشوف السلايد الورا بقى هنا بقى 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 شو عندي؟ الانتيرير كلها حلوه قاعده ما بيها شيء، هاي الفراغات تنسد بمرور الوقت او ما تنسد بالاورثودونتيك تريتمنت تنسد. شو اشوف؟ اشوف هذا السايد داخل اللي جوا تشوفون، كذلك هذا السايد همين، او حتى هاي الصوره باعوا من البو سايد. اذا اريد اعرف هذا التايب اوف كروس بايت شو اقول؟ اقول اولا بوستيرير، لانه البوستيرير سيجمنت بها صار المشكله مو بوستيرير، هاي رقم واحد. زين سيجمنتال لانه مجموعه اسنان، يونيلاترال لو بايلاترال اكيد بايلاترال، ويا البايلاترال لا افكر لا بالديسبليسمنت ولا without displacement. عاده اليونيلاترال هي اللي راح يصير بها الاشكال displacement او without displacement، بس بالبايلاترال لا تفكرون بالديسبليسمنت، دائما قولوا بايلاترال فضته خلاص تمام تمام. زين بايلاترال ايضا حسب التايب او اكستند هو يكون بوكال كروس بايت. سؤال هل هو دنتال لو سكيليتال؟ بقولكم من يكون عندي بايلاترال ومجموعه اسنان خلوها ببالكم ايضا سكيليتال، ايضا شنو سكيليتال يكون تايب تمام، يعني الماكسيلا كلها متضيقه تمام، او ممكن الماندبل ماندبل عرضان ممكن هم ممكن تمام. صارت واضحه؟ زين شوف السلايد شو شوف هنا، هاي الصورة قبل شوية شفناها، شفنا انه مجموعة اسنان سيجمنتال وبوستيريور وماكو اللور تيث من بين كلها، اذا هذا العكس لينجوال كروس بايت. بقى هنا الاسنان هنا كلها نورمال، بس الفايف تشوفون طالع نشاز طالع اوت اوف ذا دينتال ارت، هذا اسميه بال single tooth lingual cross bite، single tooth lingual cross bite تمام. اكو تعرفون اكو ناس يفكرون انه هذا بدل ما ادخله واصعب الحاله قسم ناس يقلعون هذا السن، يقلعون ويسحبون يشدون الفراغ ويعدلون بقيه الاسنان ما يتلعبون به، يقولون احسن مما انه افتح البايت وافتح الفراغ وادخل السن، هذا كله يكون time for the treatment، هذا كأوبشن طبعا. اوكي ان شاء الله ماكو سؤال، ننتبه على بقى هنا بقى 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 كلش واضحه بقى هاي الصوره اكثر واضحه من هاي، هذا لانه البايلاترال فيو عندكم واضح. ايش كنشوف؟ كنشوف انهم بس ابر تيث، عبالك واحد عجوز ما عنده اني لور تيث يراد له دينتشر مو بس الأبر هو الموجود، هو بالعكس هو مو عجوز، بالعكس هو طفل صغير تمام، حتى الأسنان بعد الديسيديوس موجودة، بس صار عنده expansion بالأبر وconstruction severe باللور، هذا يسموه bilateral lingual crossbite، bilateral lingual crossbite اللي يسموها بالسيزر بايت تمام. هذا التايب هو skeletal type من الكروس بايت اللي تكون عادة مرافقة ويا skeletal type of class 2. انتبهوا هاي نقطة مهمة، اللينجوال وبايلاترال ولينجوال كروس بايت او يسموها بالسيزر بايت، تشوفون كم اسم صار؟ بايلاترال ولينجوال، بايلاترال
ولينجوال يسموه بالسيزر بايت، هاي دائما وابدا يكون سكليتالي تمام، ومرافق وياتك ويا سكليتال كلاس 2 مال اوكلوجن، سكليتال كلاس 2 مال اوكلوجن. الاكس اذا عندي بايلاترال وبوكال عادة تكون مرافقة ويا الكيسات of skeletal class 3، مو دائما بس عادة تمام؟ زين نشوف على حسب الاتيولوجيا عرفنا ممكن يكون dental ممكن يكون skeletal، هنشوف بالصور بالسلايد اللي وراها شنو هي ممكن يكون dental وشنو ممكن يكون باو كdental factor مثلا crowding مو او early extraction of deciduous teeth باعوا ما عنده مجال هذا الفايف يطلع كروس بايت تشوفون أردكم تشوفون هاي الصورة اثنيناتهم اللاترالات اثنيناتهم صايرين out of the dental arch ما عنده any space available خلوها ببالكم على متوفرون فراغ معناها التريتمنت رح يتحول نحو الفيكست أبلاينس خلوها ببالكم لأنه ما عندي فراغ من أريد أوفر لفراغ لازم أخلي ببالي إنه رح أستخدم التريتمنت أو فيكست أبلاينس هذول الأسنان معناها احتمال الديسيديوس تيث صار بيها early extraction تمام؟ باعوا هذا اللاخ هاي الصورة الواضحة هاي الصورة واضحة أريدكم تباعون وهاي الصورة كلش واضحة السنترال أصلاً كلش بسيطة هاي الكيس كلش سمبل وتنحل بالريموفبل أبلاينس السنترال شوية طاب لي جوا راح يطلع يقعد بمكانه أريدكم تشوفون هاي الصورة هاي كلش مهمة باعوا السنترال صحيح داخل وبسيط وحتى مجال مالته واضح بس يحتاج يطلع بس مأثر على المنو باعوا مأثر على lower incisors بحيث lower incisors كتشوفون طالع out of the dental arch طالع out من investing alveolar bone يعني هذا المكان اللي هو مفروض يقعد بالdental arch central طالع كلش out طبعا هذا كلش جاي يأثر على المنو على upper dental arch يعني معناها التريتمنت مالي لازم يكون بالupper وباللور يعني اغلب هاي الصور الموجوده عندكم التريتمنت ممكن يصير بس بالابر ونحل المشكله بس هنا لازم احل مشكله الابر وكذلك لازم احل مشكله اللور ادخل اللور سنترال واطلع الابر سنترال يلا تنحل المشكله مالتي تمام هذا الوراء سكليتال فاكتور تشوفون صوره كلش واضحه بايلاترال انتيرير اند بوستيرير سكليتال type of cross bite بسببه هو البون defect B أما الماكزيلا راجع لي وراء أو المندبل متقدم لي قدام هاي في حالة الكلاس 3 وشفنا في حالة bilateral lingual إذا الأبر كلش عريض واللور كلش ضيق انطاني skeletal class 2 مال occlusion تمام؟ هاي ممكن يكون إضافة إلى أنه كل الأسنان أسنان متعددة bilateral ما عندي displacement أتوقع إنه الكوزيتيف فاكتور مالتي يكون skeletal factor. السلايد اللي وراء جماعة الكليفت هذول المساكين اللي دائما ما يكون عندهم بون بالأبر بالبلت في الأبر آرش دائما ضيق تشوفون ماكو أني مالر بون هنا ماكو أني ماكزيلا ما بأي أرض تشوفون الأبر تيث كلها متقدمة واللور تيث هي اللي مسيطرة على الأبر تيث تمام؟ هذا يكون أيضا skeletal causes. زين. soft tissue factor مثلا جماعة الهابتس ممكن شوفوا هاي الصورة شوف نتيجة الهابتس مالتها صار عندها شنو باعوا شوفوا هاي الثم سكينج صار عندها unilateral cross bite هذا سايد دخل لأنه يصير عنده فد difficulty بالإكوليبرام يعني ما يصير عنده توازن بين البريشرز الانسايد مال التانك ويا الأوتسايد مال الليب أند تشيك هاي كلها مغضيها العام وعندكم فكرة عنها تمام؟ يعني أحد الشغلات اللي ممكن أشوفها ويا الجماعة الثام ساكينج إنه ممكن يكون عنده كروس بايت صارت واضحة؟ زين شوفوا السايد هسه قبل ما أبلش بالتريتمنت أريدكم تنتبهوا لي على هاي اللي شرحت لكم إياها أتمنى لو كانت الصبورة موجودة ألم أشرح لكم إياها أكثر تصير واضحة بس حاولت أشرح لكم إياها بالورقة وقلم ألم تصير واضحة جدا وكلش مهمة رح أعطيكم أول صورة هاي الصورة جاي يوضح لي أريد أشوف الفرق بين الدينتال كروس بايت وبين الاسكليتال كروس بايت
اكو فرق، والفرق كلش واضح. انا اوضح لكم اياها، اتمنى لو كان عندي صبور اقدر اوضحها، لكن وضحتها بهاي الخط، خط ايدي الخط التعبان، بس ان شاء الله تكون واضحه. شو الفرق بين skeletal cross bite او dental cross bite اذا عندي two dental arch upper and lower؟ اريد اعرف هاي الكيس هل هي skeletal او هل هي dental. عندنا ديستنين فراغ، يعني مسافتين. اول مسافه، مسافه تشوفوا ايش كاتبه لكم اياها، A and B، هذا ال A and B. شو يمثل لي هذا ال end A B؟ يمثل لي الاسكليتال بارت. الاسكليتال بارت او اسكليتال ويث او اسكليتال ديستنس او اسكليتال ميجرمنت، تمام؟ شنو هو؟ يعني يمثل لي العرض مال البون، يعني اسكليتال بارت. يعني اذا عندي خلل بهاي المسافه، اتوقع انه الكوزيت فاكتور مال كروس باي شي يكون اسكليتال، تمام؟ السي والدي منو؟ السي والدي هو الدينتال، يعني هي المسافة من الكاسب تيب اوف ذا بريمولر، تشوفون بوكال كاسب تيب اوف بريمولر، الى المسافة الى البوكال كاسب تيب اوف ذا بريمولر اون ذا اذر سايد. هذا يمثل لي مسافة بين السي تو دي. الاي والبي يمثل لي سكيليتال، والسي والدي يمثل لي الدينتال. قبل ما نشوف هاي الصور، قبل ما نشوف هاي الصورتين، اشوف بالنورمال كونديشن. عادة الاسنان وين قاعدة؟ قاعدة بالدينتال ارج، صح؟ وحسب النورمال كيز اللي اخذناها، الانكلينيشن مال الاسنان، الاسنان مالتنا دائما بارزة اكثر بوكالي، صح؟ يعني الروتات مالتها رايحة لينجوالي، والكراونات مالتها بارزة اكثر بوكالي، يعني معناها العرض مال الاسنان اعرض منين؟ من البونز. فلهذا نورمالي، كنورمال كونديشن، بيشنت جانا نورمال لا عنده كروس بايت ولا يحسنون، نورمالي اقيس المسافه مال الاسنان واقيس العرض مال البون، اشوف انه المسافه مال سي دي اللي هي مال تيث اكبر من المسافه مال اي بي، الاي بي اللي هي البون. هذا نورمالي. لحد الآن أكيد ماكو مشكلة، صح لو لا؟ الأسنان هي المسيطرة على العظام، هي البارزة أكثر من العظام، إذا العرض مالتها أكثر من العظام. فإذا السي دي اللي هي مال الأسنان، عرض الأسنان أعرض منين؟ من الأي بي اللي هي مثل عرض العظام. هاي بالنورمال، تمام؟ زين، خلينا نشوف إذا كان عندنا case of cross bite. أنا إيش كتبتكم بهاي الألوان؟ أخليها ببالكم. هاي المسافات الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، لازم أخليها ببالي وياها أكو كروس بايت، يعني patient دخلي للعيادة، تمام؟ وقصت المسافة وما عنده كروس بايت، هذا أعتبره normal condition. بس patient دخلي للعيادة وعنده كروس بايت، يكون عندي احتماليات الثلاثة هاي اللي عندي إياها. إنه CD المسافة مال دينتال أكبر من الـ AB، تمام؟ أو يساوي، أو إنه CD أصغر من الـ AB. زين، هسه لازم أشوف ياهو سكيليتال ياهو دينتال. إحنا إيش قلنا؟ الدينتال أعرض من سكيليتال بالنورمال إذا عندي كروس بايت. هذا الكروس بايت ويا الكروس بايت، الـ CD أكبر من الـ AB، يعني الأسنان أعرض من البون، بس نفس الوقت عندي كروس بايت، يعني باعوا انتبهوا. يعني تشوفون هاي الصورة الأولى، باعوا كلش واضحة. الأسنان أعرض، السي دي مسافة بين السي والدي أطول من المسافة بين الأي والبي، لكن البيشنت عنده كروس بايت، يعني الخلل وين؟ خلل بالعرض البون، إذن التايب سكيليتال. صارت واضحة؟ أعيد، المسافة بين C to D greater than المسافة بين ال A وال B، تمام؟ هذا هو normally okay، بس ال patient ومع ذلك عنده cross bite. تشوفون هاي الصورة؟ تشوفون شلون اللور مغطي على الأبر؟ عنده cross bite،
شنو معناها؟ معناها صار عنده ديفكت بهاي المسافة، بحيث على الرغم انه سي دي اكبر من اي بي صار عندي كروس بايت. اذا هذا الكروس بايت يكون سكليتال تايب. تمام، انا كل سنة هاي اسويها اصبورة والطلاب كل شفتهموها. ان شاء الله هاي اول سنة، يعني انا هاي الدنيا نشوف العجائب والغرائب، ان شاء الله تكون واضحة. يعني مع ذلك اذا اكو اي خلل ارجو من عندكم انه تسألوني، انا بقدر اساعدكم بالشرح. تمام، اذا السي دي اكبر من الاي بي مع وجود الكروس بايت، او سي دي اكبر من الاي بي مع وجود الكروس بايت، اذا التايب مال كروس بايت يكون سكيليتال. اوكي، زين، اذا كان السي دي يساوي الاي بي، شو اتوقع ويا كروس بايت؟ اتوقع انه اما هذا باقي على وضعيته وهذا صغران، او هذا باقي على وضعيته وهذا كبران. فاذا انطي احتمالية الكروس بايت، ممكن يكون سكيليتال ممكن يكون دينتال. تمام، لكن انتبهوا، من اذا كان السي دي المسافة مع دينتال صغرانة كلش وعندي كروس بايت اكثر من الاي بي، معناها هاي الكيس بروبلم وين؟ بالدينتال كونديشن، فيكون الكروس بايت مالتنا دينتال. اوكي، يعني اذا عندي خلل بالسي دي اثنين الكوزيتيف فاكتور مال الكروس بايت هو دينتال، وعندي خلل بالاي بي المسافه بين المالبون، معناها التايب اوف ذا كروس بايت يكون سكيليتال. ان شاء الله تكون واضحه. شوف treatment of crossbite. بقوا هاي الفاكتورز، هاي الفاكتورز يمكن ما حتلقوها بالمحاضرة، بس جدا مطلوبة وكلش مهمة، كلش كلش مهمة كلش. Factors should be considered أثناء type of the crossbite، لأنه بالcrossbite ممكن تجيكم أسئلة وأطالب من عندكم design or appliance، فلازم تخلوها ببالكم مجموعة شغلات. أول شغلة بقوا type of tooth movement، أشوف السن. إذا السن inclined، يعني السن صار بيه proclination أو retroclination، تمام؟ إذا معناها الموفمنت أقدر أحصله بالreversible appliance. إذا كان التوث are completely displaced، يعني كله هو والروت مالته راجع لي وراء ويحتاج نعدل الروت أيضا، إذا هذا الكيس شي يكون أحتاج إلى fixed appliance. الspace available، شفنا بصور الواي، أريدكم ورا ما تقرون هاي النقاط ترجعون على صورة وتقارنون هذا الكلام ويا الصورة وتعرفون هذا الكيس يحتاج removable أو يحتاج إلى fixed appliance. space available، إذا كان عندي space موجود يطلع السن بكل سهولة، يعني أتوقع حتى السن هو inclined، معناها removable appliance تنحل المشكلة. إذا ما عندي space أحتاج أوفر له space، هذاك الوقت أخلي بالي، معناها إنه أحتاج إلى fixed appliance أنا متوفر له space. يعني قد انتبهون، كل ما قد تحول الكيس إلى more complicated condition، إذا أحتاج إلى fixed appliance أكثر من removable appliance. زين، amount of the overbite at the end of the treatment، هاي قلت لكم إياها بالصورة قبلها، لازم أشوف كمية ال overlapping مال incisal edge على labial aspect of the lower teeth. إذا good amount بحيث يغطيك كليا راح ينطيني retention عالي وstability بالresult، ما أخاف من عنده ما يصير عندي relapse. بس إذا لا، إذا صار edge to edge أو ما مغطي كل زين ال lower incisal teeth، معناها أخلي ببالي إنه ممكن يصير ريلابس وبكل سهولة. لهذا هذا أكثر نقطة عنده علاقة ويا retention and the stability، خلوها ببالكم وكلش مهمة. opposing arch، شو ما قلت لكم، إذا upper teeth راجع لي وراء واللور متأثر طالع لي قدام، معناها اللور teeth هم لازم أحلها أصلحها، مو بس اللور upper arch، لا لازم upper and lower. هاي الأربع نقاط أخليها ببالي وهحتاجه بالكيسات الواضحة عندنا بالسنوات القادمة. زين، أول option ممكن أني أستخدمه بالtreatment of crossbite هو grinding of primary teeth. بقى
حيقول لي شنو هاي grinding of primary teeth. جانا patient باو باو جانا patient صاير شو عنده؟ صاير عندي فد interference premature contact بالprimary dentition. يشوفون كل أسنانه primary صح؟ الكونتاكت اللي يصير انترفيرنس عادة يصير بمنطقة الكنين. لو تنتبهون الصورة الجواها حتلاحظون هاي نفسها موجودة انه الكنين فقط الابر سي ويا اللور سي يصير فد انترفيرنس. هل قد ما يصير انترفيرنس تشوفون صار عنده فد يونيلاترال بوستيرير كروس بايت، حتى صار ديسبليسمنت بحيث البيشنت كأنه راح يصير عنده فد سيدو كلاس 3 ريليشن شيب. تمام؟ مانديبولار ديسبليسمنت يصير، تشوفون شيفتنج بالميدلاين يتوجه، يعني بعده مو كله صار، لا وبالله صاير، بقى هذا هنا الميدلاين مال لور، هذا الميدلاين مال ابر. الحل مالته شنو؟ الحل هو الجرايندينج اوف برايمري تيث، ما احتاج لابلاينس. بالبرايمري دنشن غير، بشكل حاله ابدا ما احتاج لابلاينس. مجرد الانترفيرنس مال اوكلوجن، هذا الانترفيرنس اللي نحن نصرفوها بالكناين او انترفيرنس ناسها بالبوستيرير سيجمنت، اجي ابردها لانه هاي اسنان ديسيديوس هي اصلا يصير بها ريزوربشن، اجي ابردها شويه من الانسايزل ايج بحيث اعوف فراغ افتح الاوكلوجن واعوف البيشنت، يصير اشوف هاي الصوره اللي وراها تشوفون صاير بها فد نوع من الكوركشن سبونتينيوسلي. اوكي اذا عند البرايمري دنتيشن والcausative factor خلوها بالكم مو بون مو single tooth، لا causative factor premature contact مثل هاي الصورة أو هنا premature contact. بمجرد ما أسوي selective grinding شوية أخذ من الincisal tip مال هاي الأسنان اللي صار بيها premature contact، أشوف رح يصير بيها spontaneous correction. أوكي هاي أحد الحالات اللي ممكن أعالج بيها الcross bite. صعد الوراء، ها عندي anterior cross bite بس بيها صفة مميزة. من يكون عندي anterior و single cross bite، بقى anterior and single cross bite والteeth في مرحلة developing، هذا شرط تخلوه جواه خط أحمر في مرحلة developing، يعني not complete eruption. بعد تشوفون بعد التوث ما صار بي complete eruption هاي الصورة ولا هنا تشوفون بعد متغطي بالجلجفة. إذا يصير عندنا شكل حالة أخلي ببالي إنه التريتمنت بأبسط طريقة ممكنة ممكن أستخدم له تانج بليد. شنو ممكن أستخدم له؟ ممكن أستخدم له التانج بليد. تانج بليد هاي تشوفون هاي صورة رقم 3 جوا، هذا عبارة عن أبلاينس كلش بسيط، فد بليد كلش بسيط. هذا البليد وين قاعد؟ اخليه باللينجوال اسبيكت اوف الكروس بايت توث. تمام، يخلي البيشنت فد عده مرات خلال اليوم ويطول فد 5 الى 10 دقائق يظل يضغط، يعني مو بس يخلي، لا يخليه ويضغط، لانه في مرحله الديفلوبينج والاربشن حشوف انه سنترال انسايزرز يتصلح ويطلع لي برا. اوكي زين، ممكن انه هذا عندي هاي تنحل، ممكن انه اقدر احلها بانذر ابلاينس بسيط فد اكريليك بايت بليت وذ فد بولج. هذا البولج يضغط على هذا السنترال انسايزرز، اذا البيشنت ما يقدر يدبر للتانج بليت هذا البولج مال الاكريليك يخلي السنترال يطلع وتنحل المشكله مالتنا. اوكي هاي احد الطرق اللي نقدر نحلها اذا كان التوث سينجل انتيرير كروس بايت ولازم يكون في مرحله الديفلوبينج او في مرحله الاربشن. الخط احمر جوا هذا الخط كلمه كلش مهمه، ديفلوبينج او في مرحله الاربشن. اوكي زين، شوف بعد نانش عندي صوره، عندي اسنان كلها عدله بس السنترال انسايزرز بها فصاير فد نوع من الانكلينيشن، اجي اطبق القوانين او الفاكتورز اللي احتاجها بالتريتمنت اوف كروس بايت. اولا سبيس افيلبل، توث ار انكلايند باليتالي. تمام، اذا ريموفبل ابلاينس كلش واضحه كلش سهله. اذا الحل على اطلع هذا التوث ان اوتورد دايركشن، هذا الحل تحتاجه بالديزاين وضروري ومهم. اول شيء اخلي ريتينتيف كومبوننت باي ديزاين،
لازم قلت لكم any active component واحد أخلي بالمقابل four retentive component. ال four retentive component راح أخلي four atoms. هذول ال four atoms تمام؟ خليت Z spring لأنه single tooth خليته على central عم أطلع اللي برا. أوكي؟ تغمقت هاي البوستيرير تيث لازم اخليه شنو بوستير بايت بليت. تذكرون السؤال مال الكويز السابق كان عندي انتيرير كروس بايت الفور انسايزرز والاغلبيه غلطوا بيها. من اشوف انه عندي اوفرلاب بحيث لازم افتح الاوكلوجن. فتح الاوكلوجن احتاج انه اخلي في البوستيرير بايت بليت تمام. زد سبرينج وذ ادم كلاسب اند بوستيرير بايت بلين على مود يفتح البايت يقدر السنترال بكل راحته يطلع لي برا. باعوا هذا الاكريليك خليناها بعد السايد الورا. سوينا اكتيفيشن للزيت. الزيت قام يدفع السنترال تدريجيا. باعوا السنترال شفت حلو قعد بالموقع مالته بالريموفبل ابلاينس باستخدامنا للزيت سبرينج. صارت واضحه كل سهله. اوكي زين. إذا كان هذا السن واحد خلينا على زد. إذا أكثر من سن هو راح استخدمنا الريكيرف زي السبرينج تمام؟ شوف أكو معوضات. إي نعم أكو معوضات. ممكن بدل الزد أو ممكن بدل الريكيرف زي السبرينج ممكن أخلي سكرو. هاي أشكال منوعة من السكرو قد تشوفون. هذا فور سينجل توث يسموه بيستن سكرو. أو عندي مجموعة من الأسنان هذا يكون in one dimensional screw. تشوفون هذا سكرو بحيث يدفع هذا السيجمنت كله يطلع اللي برا. اوكي كل سهل وكلش واضح. شوف السادة. اذا عندي posterior teeth posterior teeth و single و inclined tooth يعني اقدر احلها بالremovable appliance. قلنا لنا هاي كلها ماخذيها بالعام باللاب مال الأورثو إنه ممكن أستخدم التي سبرينج بدلاً للزيت سبرينج على مود يحل هاي المشكلة عندي. أوكي كلش واضحة وكلش سهلة. أو أقدر أستخدم سكرو. أيضاً ممكن أستخدم سكرو للبوستيرير سيجمنت. هذا 3 dimensional سكرو هذا 2 dimensional سكرو بحيث يحرك الأسنان البوستيرير ويصلح المشكلة مالتها. شوفوا حتى البوستيرير نانا صاير اني خلي لي بوستير بايت بليت على مود يفتح البايت وتتحرك الاسنان بكل راحتها. اوكي اني ان شاء الله سهلة لحد الان. هاي ديزاينات منوعة ممكن راح تحتاجوها او ممكن لازم اسألكم عليها. هذا التي سبرينج هذا السكرو. اوكي هاي مو شرط تعرفوني 2 دايمنشن 1 دايمنشن 3 دايمنشن بس تعرفوا لي سكرو that's enough for me. اوكي زين. الفيكس ابلاينس ممكن اذا عندي سينجل توث وبوستيرير والابر ويا اللور متاثرين يعني الابر داخل والابر اللور طالع ممكن استخدم هنا الكروس الاستيك بحيث يربط لي الوان من البوكال سايد مال اللور ويا اللينجوال او باليتال اسبيكت مال الابر عم تحل هاي المشكله. أو ممكن أستخدم مجموعة من الإكسباندرز. شنو الإكسباندرز؟ بعو هذا الكواد هيليكس عبارة عن 4 كويلز 1, 2, 3, 4 تمام؟ هذا الانتيرير كويلز أفتحها يصير إكسبانشن بوستيريري وهذا عندي أفتح البوستيرير كويلز يصير عندي إكسبانشن انتيريري تمام؟ هذا ترانسبليتال وهذا عندكم الكوفن سبرينج. كوفن سبرينج ترانسبليتال كواد هيليكس او كروس الاستيك. اريد انطيكم في النقطه كلش مهمه. هاي الكروس الاستيك وهاي الريموفبل ابلاينس وذ ذا سكرو اند كواد هيليكس او ترانسبليتال هاي تعتبر انه يسوي لي اكسبانشن دينتالي يعني لازم الكروس بايت مالتنا يكون دينتال بروبلم. بس يكون فقط دينتال بروبلم. شنو دينتال بروبلم؟ شو معنى dental problem؟ يعني causative factor فقط يكون بالdental condition. صارت واضحة؟ زين. شوف السلايد الورا. إذا أريد skeletal السكرو اللي أستخدمه للskeletal component هاي أول سكرو يسموها بالهايركس.
شو يسموها بالهايركس اكسباندر، هذا راح يفتح لي الميد بليكال سوتشر مع البيشنت. تمام، كل ما افتح التيرنز، كل ما افتح السكرو مالتي اكثر، كل ما هحصل على اكسبانشن اكثر. تمام، الاكسبانشن اقدر احصله بالدينتال قبل شوي بالابلاينس شفناها يسموها بالسلو اكسبانشن، الاكسبانشن احصله بالسكليتال كوركشن يسموها بالرابيد اكسبانشن، يعني الاكسبانشن يكون سريع سريع. تمام، بحيث افتح السكرو باليوم فتحه واحده او اثنين، كل فتحة من هاي الفتحات اللي أفتحها تنطيني مسافة ربع مليم. تمام؟ يعني إذا فتحتين نص مليم، إذا أربع فتحات يعني معناها مليم. يعني تصوروا بالأسبوع مالتنا ممكن أفتح بين المليم إلى المليمين ونص. تشوفون؟ هاي المليمين ونص ينفتح السوتشر بالمنتصف، هذا شيء يعني كبير، بحيث حشوف إنه البيشنت الأرش مالته يتوسع بمنتهى السرعة. تمام، هذا يسمون بالسكليتال اكسبانشن. تمام، شوفوا الصوره اللي وراها، هذا ايزاكيان اكسباندر مثل السكرو، هو حاليا هسه ما يستخدم وما بفائده. السلايد اللي وراه هذا فان تايب اكسباندر، هذا يسوي لي اكسبانشن فقط بالانتيرير سيجمنت، يشبه الهايركس الاول صوره بس يشتغل على الانتيرير سيجمنت، شوفوها تشبه المروحه الفان تايب، عبالك تفتح الانتيرير سيجمنت مثل الفراشه. اوكي، هذا الاكسباندر بيه مشكله؟ اي نعم بيه مشكله. شوف المشكله مالته شنو هو. بعد هذا الكيس ورا ما سوينا الاكسبانشن شاشوف انه الار صحيح عرف، لكن انتبه انه صار عندي ميد لاين سبيس، يعني ميدين دايستمه. تشوفون هذا البيشنت صار عنده اكسبانشن صحيح، لكن صار عنده في الميد لاين سبيس، هنا صار عنده ميد لاين سبيس، هذا شو يسموه، صار انه كسايد افكت للاكسبانشن، بس هذا الميد لاين تنسد بعدين. نفس الوقت اشوف الاسنان هنا بالبوستيرير سيجمنت صار بيها تلتينج لينجوالي، هذا التلتينج لينجوالي يعني البوكال اسبيكت تصعد لي فوق اللينجوال اسبيكت مالتها. تشوفون يعني الاسنان ابالك مائلة، ميلان صاير بها، هذا البوكال اسبيكت مائلة بوكالي واللينجوال اسبيكت مائلة لينجوالي، بحيث اللينجوال اسبيكت هذا راح تضغط لنا على اللور ارت فيسوي لي فد روتيشن بالماندبل in downward backward direction، هذا الروتيشن بالماندبل in downward backward راح يطول لنا الفيس. يعني اذا هذا الابلاينس الهايركس اذا اريد استخدمه ويا بيشنت، انتبهوا ويا بيشنت عنده increase بالvertical dimension already، ما ممكن استخدمه. ليش؟ لانه هو اصلا كسايد افكت يزيد الvertical dimension of the face، فاخليها ببالي انه الشخص هذا لازم استخدم له هايركس بعد صورة، استخدم له هايركس with buccal cupping. تشوفون هذا buccal cupping يغطي لي البوستيريور تيث كليا بحيث الاسنان ما تصير بها اي ميلان. تمام؟ إن شاء الله واضحة، معلومات كلها موجودة بالوورد وكلها واضحة بالصور، انتبهوا الباوربوينت ندققوا عليها، أكيد راح تعرفون تجاوبون وأكيد راح تفهمون المحاضرة. زين، هذا الكلام مع السكليتال والدينتال واستخدمها وين، هذا في جميع البيشنت من يكون in growing stage، لكن من يكون البيشنت adult كتشوفون هذا V-shaped palate in all permanent dentition، يعني اكيد البيشنت ما وصل مرحلة الادلت، اتوقع انه الاكسباندر ما هيشتغل عليه، استخدم له فد نوعية خاصة من الاكسباندر يسموها بالسيرجيكالي اسيستد اكسبانشن. ليش يسموه سيرجيكالي اسيستد اكسبانشن؟ يعني معناها هذا السكرو صاير بها انسرتد انسايد ذا باليت، تشوفون هذا السكرو مال الاكسباندر داخليه بالباليت ورابطين، شوفوا النتيجه صار عندي ورا ما سويت الاكسبانشن، تشوفون اللي صار عندي اكسبانشن بالارش وسكليتالي باعوا لي بليدنج اللي صاير بمنطقه السوتشر، تشوفون لون السواد كلش طبيعي، هاي تنسد بمجرد ما يتكون بون، ونفس الوقت راح يصير عندي ميديان دايستما.
هاي الفقرة كلش مهمة انه احافظ على الستيبوليتي مالتها. شلون احافظ على الستيبوليتي؟ ولا ما حصل على الاكسبانشن المطلوب لازم هذا الابلاينس يبقى inside the patient mouth 3 اشهر اضافية وراها تتحول الى transpalatal او another type of the appliance for 3 months other. واضافة الى الريتينشن لازم يكون الفترة زمنية طويلة ولازم احصل على over correction على مود احافظ انه ما يصير عندي اي relapse للكيس مالتنا. تمام؟ هذا يستخدموه بالadult patient surgically assisted expansion نفسه بس يدخلوا يعني نثقب العظم وندخل به. اوكي ان شاء الله واضحه سهله كلش. ورا هاي فيديو طبعا ما اقدر اشغله هسه لانه ما يشتغل ويا التسجيل الصوتي مالي. هاي الفيديو راح اوضح لكم المانديبولر ديسبليسمنت ويا الكروس بايت وشون يتعالج بالاكسبانشن. افتحوها شوفوها علمون تستفادون من عندها. هاي الفيديو يوضح لكم الكروس إلاستيك شلون حيشتغل كلش واضحة وكلش مو ما تفتحوها على ما تفتهمون شلون يشتغل الكروس إلاستيك. مع الأسف الشديد لو ما كان عندنا تسجيل الصوتي كان أكيد حتقدر أشغله وتقدر. هذا الفيديو راح يوضح لكم شلون يشتغل الفيس ماسك بالاكسبانشن اوف انتيرير سيجمنت اذا عندي سكيليتال كلاس 3 مال اوكلوجن. ها شايفيها اصلا بالكلاس 3 مال اوكلوجن تقريبا نفس الفيديو بس هم تقدرون تستفادوا من عنه. هذا الفيديو راح اشوفكم اذا البيشنت عنده سكيليتال وادلت ويحتاج انه يتعالج سيرجري مو سيرجيكالي اسيستد اكسبانشن سيرجري عنده مشكله بعظم البون بشكل كلش كبير فيحتاج الى سيرجري. تقدرون تشوفون هذا الفيديو ايضا يستفادون من عنده. الفيديو الاخير يوضح لي اذا كان ادلت والبروبلم بالماندبل شنو الحل مالته. هاسوا بس مجرد فيديوهات توضيحيه متاكده ما تحتاجوها بس مجرد توضيحيه على مود توضح عندكم صوره التريتمنت اوف سيرجيكال تايب او انذر تايب اوف كروس بايت تريتمنت. زين خليت لكم هاي الصوره تشوفون هاي الصورة صورة كلش حلوة أريدكم تتناقشون بها تشوفوني تشوفولي شنو هو التايب مال كروس بايت وشنو هو التايب اوف ذا تريتمنت اللي راح احتاجه. هذا السؤال راح اجيب لكم اياه على تسهيل الامر بالكويز القادم. تمام اريد من عندكم تقولولي شنو هو التايب مال كروس بايت عن طريق فهمكم للمحاضرة و type of appliance و how to make the design of the appliance. تمام؟ ومن تقولولي type of the appliance لازم تخلوها ببالكم تقولولي للأسباب الآتية حسب الاعتماد على الفاكتورز. خلوها ببالكم هاي نقطة كلش مهمة. إن شاء الله تكون ما طولت عليكم وأي سؤال أني مستعدة للإجابة. أشكركم شكر جزيل. أرجع وأقول الأشخاص اللي ما منتمين للجوجل كلاس روم لازم يضيفون على جوجل كلاس روم لأنه حطكم الأقصى اليوم الاثنين. ورا يوم الاثنين راح أبدي أنزل تعليمات ورا التعليمات يوم الأربعاء راح يصير عندكم كويز تجريبي لمادة هذا الأسبوع وشرحتكم بها شنو هي المادة الداخلة. إضافة ترى راح أجيب لكم سؤال مو عملي السؤال مال السلايد اللي شوفتكم إياه آخر واحد اللي هو الكيس اللي أريد أعرف تسمو لي type of the cross bite وأريدكم تعرفوا لي type of the treatment with design والtype of treatment اعتمادا على أي factors. هاي شغلات أدرسوها ألم تعرفون جابوا ليها. أتمنى لكم كل التوفيق وأي سؤال أني حاضرة.